بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم متابعي الكرام في قناة تفسير الرؤى والأحلام، ونقدم إليكم اليوم تفسير حلم جديد، ألا وهو حلم الغائط والبراز للبنت العزباء والرجل في المنام لابن سيرين، حيث تعتبر من الأحلام التي اهتم بها العالم الجليل محمد ابن سيرين وبتفسير جميع حالاتها. فإذا كان صاحب الرؤية يمتلك قطعة أرض دل ذلك على قرب الحصاد، وإذا كان شخص غير متزوج فكانت بشرى بقرب الزواج. فمن خلال هذا الفيديو سوف نتحدث عن هذا التفسير لابن سيرين، تابعونا. وفي حالة رؤية العزباء للبراز في منامها كانت هذه الرؤيا بشرى خير من عند الله تعالى. وهناك تفسير آخر، وهو أنها سوف تترقى في عملها وتصبح صاحبة شأن كبير بين الناس. وفي حالة رؤية العزباء أنها تخرج البراز بصعوبة مما يجعلها تتألم، كان ذلك دليل على وجود مشاكل كثيرة في حياتها تجعلها تشعر بحزن شديد. وفي حالة رؤية العزباء أنها تبرزت في سروالها، كان ذلك دليل على أنها ستتزوج من رجل لا يحبها ولا يقدر قيمتها، أو أنها تصرف الكثير من الأموال على أشياء لا قيمة لها. فإذا رأت نفسها تتخلص من البراز في المرحاض، كان ذلك دليل على أنها صاحبة سمعة حسنة بين الناس. وفي حالة رؤية براز طفل صغير في المنام، كان ذلك دليل على أن زواجها من شخص طيب القلب ويحبها بشدة، وأن هذا الشخص يتسم بالكرم الشديد، وأنها ستعيش حياة زوجية سعيدة. وأما في حالة رؤية الرجل للبراز في المنام، كان ذلك دليل على سعة الرزق والخير بعد العناء في العمل. وهناك تفسير آخر، وهو أن هذا الرجل سيكون صداقات مع أشخاص جدد، وستدوم هذه الصداقة بينهم طيلة العمر. وفي حالة رؤية الرجل أنه تبرز داخل سرواله، كان فعلا غير مستحب، فيدل على خسارة المال. وفي حالة رؤية الرجل للبراز في المرحاض، كان ذلك دليل على سمعته الحسنة بين الناس، وأن اسمه يذكر في المجالس بالخير دائما. وإذا رأى رجل براز طفل في منامه، كانت هذه الرؤيا بشرى من عند الله أنه سيرزق بطفل صغير بار وصالح. وإلى هنا نتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا التفسير. فسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وشكرا لكم على المتابعة.